تروح بعد ولا النيجاتيف هنا نداء نداء عاجل الى سكان المدينه. هذا عباره عن نظام الزمره الدمويه اللي عنده فيه ثلاث واجهات، منها تطبيق هذا المحمول على الجهاز المحمول اللي يمكن المواطن من التسجيل والاطلاع على الاطلاع على الزمره الدمويه المحتاجه. هذا يتمثل في التطبيق مثبت على نظام الاندرويد، وفيه برمجيه اللي مثبته على نظام الويندوز، هذا اللي تعمل على نظام الويندوز. هذه تمكن حتى هي من التسجيل، تمكن من هذه الدونتيفي تاع الشخص، هذه الدونتيفي تاع الشخص. وهذا اول يوم متبرع، بحيث انه لا يمكن للمتبرع انه يتبرع في المده القانونيه اللي هي 3 شهور. وهذا النظام اصلا جاء باش يسرع الوقت ويربح الوقت ويستغل المعلومه احسن استغلال لانقاذ الاف الارواح. بمناسبه اليوم الوطني للمتبرعين بالدم الموافق ل 25 اكتوبر 2020، في هذه اللحظه راح نبادروا باش نطلقوا البرنامج الالكتروني الخاص بالمتبرعين بالدم، وهو الاول وطنيا. لذلك احنا كجمعيه ولائيه لواهبي الدم لولايه خنشله، راح البنك هذا راح يستفاد منه اول شيء المريض.